سيده انا ديال الفلوس، انا راه باغي نتقرقد، باغي نسكر، باغي نكمي، باغي نشيش. انت يا امي مشي شك ما بقاش كتعطيني والو، مره كتعطيني 600 مره 400. فين هو الموطور اللي كتشري لي غنشري لك اولدي؟ اما تبقاش دير لي المشاكل وتجبد لي الصداع ها، ولا بغيتي نرجع عاوتاني للحبس؟ والحبس انت عارفك ما بقاتش عندك الصحه، ما غتقديش عليه، غتبقى جايبه القفه عندي. قلتي ما تمشي للحبس لا والو، ما تدبرش على المنشف، انا نتهلافك ونكسيك ونصبطك ونشري لك موطور. فين هو الموطور اللي وعدتيني بيه امي؟ واش بغيتيني نتقرقب ونخرج للشارع اللي شديت ونفرقع عليه راسو؟ رجع عاوتاني العكاشه ونكرفسك معايا ونسخسخك معايا. والله يهديك الوالده، راه الدنيا بداش كتطلع ليا في راسي. انا راه باغي نموت، انا انت راكي عارفه كل شيء، انا باغي نموت. والله الا عيش معاك امي وصرفي عليا، ما تخلينيش نجلس عباد الله ونتعدى على البنات ونبدا نهرس لك في الطوموبيلات. وفي الاخر بديت تسلفي دوري الطلبي عاد عباد الله تعاونوا معايا، ولدي غيمشي للحبس تعاونوا معايا، واش بديت خاصه لعباد الله الجاش. وري ليا دابا مابقايش عصبي فيا، والموطور نبغي هاد السيمانه هادي، وباغي نتكسى وباغي نشري السبرديله والجاكيطه هادي راه قديمه عندي. وصرفي عليا امي، راه طلعتي ليا في راسي والله ما نكذبش عليك، كيبان لي غنرجع للعكاشه انا، والله ما العكاشه ولاد العاده. الله يهديك اولدي، هادشي اللي كدير فيه راه ما خدامش، كل نهار مضاربه وكل نهار شوهه، وتهز جنويتك والدور كي الحماق، وتتهرس في الجاج، تهرس في الطوموبيلات، تروح في الماطر، وراه عيب هادشي راه بزاف. راه عييت ما نطلب، والناس كيديروا بوجهي مساكن، ما يبغيوش يغرموني الجاج، وانت ما كتحشمش والله الا حشومه عليك. وباغي انت تمشي على العكاشه، عكاشه راه ما نقدش انا نمشي ليها، راه ما عندي فلوس عكاشه، ما نقدر نتبعك ما والو. راه انت اللي عندي راه خصك تبقى بارك معايا، انا غنمشي نخدم وغنشري لك موطور. عريحه وليدي، ها هي 1000 ريال عندي باش غنعطيك سير تشري الفانيد ولا شري الحشيش ولا شري المعجون، ولكن ما تبقاش ضارب ليا كل نهار، راه تشوهت في الزنقه كاع النهار وما زيدي. ولدك مضارب، ولدك هاز الجنويه، ها هو ولدك دار منهك، ها هو ولدك زنز من هنا. الله يهديك ولدي، انا غندير المستحيل تنجيب لك هذا الموطور بلا ما تبقى ضارب ليا مع عباد الله. والله يهديك. والوالدة هاد 1000 ريال ما دايرة لي حتى شي حاجة، أنا رمبلي باغي نتقرقر، وحبة ديال الفانيل دايرة 70 درهم، غتزيد الشراب، ومني كنبغي نمشي مع صحابي للدار نشيش. والله يهديك أمي امشي، راك هاكا تخربقي. هاد الفلوس ما دايرة لي أنا حتى شي حاجة، أنا باغي نسكر وباغي نتقرقب وباغي نشيش وباغي نتعجن أنايا، وحق الله العلي العظيم كيبان لي غنرجع للحبس صافي. بقيتي كتعطيني والو، ارجع للحبس انا وتعذبي ولا دبري راسك، شتي اللي كيبان ليه؟ وبكي ولا حياتك هاديك، مسوقيتش فيك انا، مبقيتيش كتهمني، حيت نتيا ما باغاش ليا انا الخير، نتيا اللي كترجعيني للحبس، ماشي انا اللي كنبغي نرجع للحبس، نتيا اللي كترجعيني للحبس، ونتيا اللي كترديني للحبس، كضحكي عليا، كتقول يا ولدي بقى في الدار وما دير حتى شي مشكل ونتهلافك، وفي الاخر ما كتهلاي فيا ما والو، اعطيني 50 درهم. انا عاوتاني غنمشي عند صحابي نطلبهم يخلصوا عليه، ديما امي تمشي كطيحي بيا، هما عندهم الفلوس ومشي ما كتعطيني لا فلوس لا والو. اش غندير؟ غنصبر، كيبان لي غنتقرقب وغنرونا، والله حتى غنرونا البربريزات كاملين غنهرسهم من راس لراس. سير طلبي في عباد الله عاوتاني، تلاحي على رجلي وبدا طلبي فيه باش ما ديكراريش بيا. يلا اجي بلا ما تهرس الطوموبيلات، عتعال انا غنشري لك، نجيب لك اللي بغيتي، تعال انا غنوض نمشي نشوف فين غنمشي، نشري لك ثاني موطور ونتسلف، دير لي شي شوهه ثاني في الدرب يبقاو يتحتوا بيا النهار كله. راه كيهرس الطوموبيلات، راه مسخوط، راه مدس، راه مو راه مشي انت امو، تعال تعال انا نايضه تعال. مصيبه مع هاد الدري، اش هاد العذاب عطاه لي الله، كاع الدراري خدامين وهو خرج ليا شمكار، ما عندناش في العائله خرج الشمكار الا هاد الدري. يا ممتي اش هاد العذاب عطاني سيدي ربي، الله الله الله، عدري واحد وخرج فيا العجب، يسكر يتحشش يقمر، ما باغي يخدم، ما دار مستقبل، وشحال قدني انا نبقى نخلص في الطوموبيلات ونطلب في عباد الله ونمشي نخدم عند الناس. والله الا عييت، يا ربي دير ليا شي تاويل ديال الخير يا ربي.
ديما معطل عليا دمو حسين هذا ديما تعطلش عليا بزاف اخويا محسن والله. وانت راك عارفني انا راسي كيضرني باغي نسكر. عارف لي كاين الطريق وصاحبي وراه مشيت جبت السلعه. شنو هي السلعه؟ جبت السلعه هما جايب معايا جيب الشراب معاه. وجايب كل شيء اخويا كنت تعرف عليا انا. وحل اخويا اعطيني خا نسكر. لا ولكن ماشي هنا يا شيخ. فين؟ غنمشيو للدار عندنا ترونكيل تما اليوم راه كاينه حمله. اليوم راه جاي كل شيء البوليس مالو مني. صراحة اليوم راه كاينة حملة عندك الحق. دار ترونكيل عشير. ترونكيل على حسابك. كل مشاكل لا والو. الدراري كيكون شكيل العشرة. صافي. يلا مشي. على حسابك. على حسابي يلا. يلا عشير. وبشرية كاين. خويا محسن خويا ايوب نتوما راكم خوتي وعشراني وحبابي هاد العراده اللي خلصتو عليا السيمانه الجايه ولا تنخلصها عليكم امنوا بالله كديروا معايا المزيان حيت نتوما عندكم الفلوس ونتوما عارفين الدراري انا مخدام موال المهم هي اللي كتصرف عليا والمهم هي اللي كتخرج تخدم عند الناس وكتجيب لي انا الفلوس باش نسكر ونتشيش ونكمل لا اله الا الله محمد رسول دراري ما باغيش نمشي للحبس راه كتبقى فيا وخا هكاك راه كتبقى فيا راه كتعذب بزاف الصراحه والله يدير شي تاو قالت لي رايح غير في الدار ما تخدم ما تردم انا نخدم عليك وفي الاخر الدراري ما خدماتش عليا عييت انا يا خويا مالي بدير بلاصك والو ترى خونا وحبيبنا المهم تاهي تهلا فيها شويه مسكينه تاهي راه تضل تخدم على قبلك على ودك انت باش تعطيك الريالات ولكن انت حتى اخويا الوالده راه خصك تهلا فيها شويه واش كاين الخوت ولا كاين كاين راه ما كاين محسن من الوالدين كاين الله يسمح لنا من الوالدين الله يهديك حتى الله يهديك ترى خونا وحبيبنا راه ما ندوزوش اخويا المال هذا هو البلاصه عندك الحق اخويا محسن ولكن انا راه عييت اخويا راكم نتوما عارفين الدراري انا ما خدام ما والو نهار حليت عينيا امي كتعطيني اي حاجه بغيتها من نهار تبليت في الفاني والحشيش والقرقوبي والمعجون شكون اللي قايش في جنبي راه المهمه ديالي ولكن اخويا ملي ما كتبغيش تعطيني الفلوس كيطلع لي الدم كنخرج للسارقه وكنبدا نتعدى على بنادم نبدا نهرس في الطانوبيلات والباربريزات راه هذا الله يدير شي تاويل راه انا خويا تبليت راه انا خرجوا عليا بالفانيد والحشيش اش غندير راه ملي كنمشي للحبس شكون اللي كنلقى في جنبي حتى شي واحد كنلقى الام ديالي هي اللي كتمشي تسلف وتكلف باش تدخل لي القفه وكنشوف شي منظر والله الا الدموع كينزلوا لي من العوينات بوليسي كيدفع كاع ما كيقدر وكيحشارم ما باغيش نمشي للحبس الدراري راه انا باغي نخرج نخدم وندير شي حاجه ولكن اخويا انا ما لقيتش حتى انا تبليت شحال من واحد كتمشي تخدم عندو كيحرش عليك كيعطيك ست صنادق تبقى تضرب تمارة الفداق يخرج لك في الاخر الدراري يعطيك 20 درهم خليني طاغي على امي شويه امي شكالة عليه هادشي اللي كاين الدراري واخويا المهدي تا تهضر كتقول تبغى على امي ولا انا لقيت امي تنبوس لها على راسها تا راه كبرت ما لقيت لامي لبا ومع ذلك خرجت نافيغيت عليها وخدمت في التوب جليج الومنيوم بني باش نولي زوين في الحياة انت معاك امك كتعاونك في الحياة ومع ذلك بلبلة والحباسات حشومة صاحبي راه دير بلاص دير انت عندك ولاد وغادي يتابعهم في الحباسات وداكشي صافي جي عندنا مرحبا بك برك معانا فرقع معانا نتسالي سير تنعس في داركم شنو غتخرج دي تاع بنادم ابار الحبس راه تعاود تاع بنادم راه غيخرجوا في كاسه كاين هادشي الدرار ولا لا ايه اخويا جا ريح معانا مرحبا مرحبا بكاسه جا ريح معانا اش خسرت تهرس الطوموبيلات هادي لا ما عنديش باش نتقرقع باش نتعجن باش نجيو من الاخر امك جات عندنا هضرات معانا قال
قالت لي نديرو لي عقلو. انا ما كنعرفش مو انا رجعت عندك انت انا ما باقي ما عرفتش مو شكون هي انا اصلا ما عرفتهاش كون عرفت انت عايش معاها شوفها صاحبي غيبقى فيك الحال شوف راه شي هضره كتقول دير عقلك دير عقلك اخويا دير عقلك دير عقلك داري قلبوا علينا هذا الموضوع هذا صاحبي الله يدير الشوات الخير خويا محسن الله يخلف على جماعة جينا عشيرينا تبارك الله عليك ثم خوتي وحبابي ثم خوتي وحبابي كما كنتو خوتي غير ما غادي نجمعكم انا كان عارف انا علاش جمعين هنا حيت حنا خوت ورجال ما دوزناش القليل هاك اخويا ايو كاين اخويا والله كاين والمدي تا والله يدير لي شي تاويل ومو تا الله يصبرها مسكينه سيران امات ملك يحاصيو في هذا الشيء ولي لا والله الا واحد الصباح انا تلاقيت مع واحد المراه مسكينه مشيت للموقف بات لي في الموقف حتى جبتها هي مسكينه راه خليتها بالكوزينه دابا راه خدامه راه تخدم بقات فيا مسكينه وجبتها يعني الخير اخويا انت معروف بالخير اخويا راك عارف انا ما عنديش دابا الدار ما كاينينش دايره بحال الوالده دابا مسكينه الله يجازيك بخير والله خويا محسن البير رسالات ليا شي حاجه مزير عليا في قلبي والله شي حاجه بحال لي قلبي مزير مخنوق جيب لي اخويا شي كاسه على العصير الله يرحم لك الوالدين خل نبرد به وي مالي مع العصير مفاتيحه شي كاس ديال العصير معك مفاتيحه المالي صحيبنا وخونا وحبيبنا شي حما كلحتي العصير مادي خويا ماكش هاد الدراس قولي شنو كاين اخويا خويا ايوب قولي شنو كاين ما فهمتش والو هادشي اخويا خويا محسن هاديك السيده اللي جبتي من الموقف تخدم عندك وتقابلك طلعت هي الوالده هي اللي كتصرف عليا انا كتخدم عند الناس تصبن وتجفف وتصيق وما تخلي مدي وهادشي هذا كامل على قبلي انا باش ما نمشيش للحبس وما نضيعش مستقبلي وما نضيعش شبابي شو على الصدفة كيدير تخيل معايا شوف امي خدامه قدام عيني داك الضمير اللي كان ميت دابا فاق اخويا وحيا وكان وعدكم الرجال ام ديالي غنهزها فوق راسي وانا اللي غنخدم عليها وانا اللي غنولي نكسيها ونصبطها الله يسمح لينا من الوالدين دابا انا كانت الام ديالي عندي كاع ما كنتش مهتم بها ومن شافت الحاله وخدامه عندك انت وهادشي كامل باش جيب لي انا باش نسكر ونكمي ونتقرقب لا كان الفاني اللي دمر لي امي والشراب يضيع لي المستقبل ديال امي وامي تخرج تخدم عند اللي سوا واللي ما يسواش انا غادي نقطع وهادشي هذا كامل دايره الحكومه اللي دارت لينا هاد البلية اخويا حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم امي فاتحه سمحي لي بزاف كان وعدك هاد الشراب وهاد المعجون وهاد الحشيش عمرو طاح في فمي حد الضمير والقلب اللي كان ميت دابا فاق وحيا تراري السلام عليكم وسمحوا لي الا كانت شي حاجه شعر خير عيطوا عليا كانت القصاره والشراب والدمار والحقره لا ما تبقاوش عيطوا عليا
أولي نهدي واحد خر الوليدة. سمحي لي بزاف عاد دبشك وكرفسك والله. اش غنقول لكم من شفت هاد اللقطة هادي والله ما كرهت نموت والله يفرجها. كان وعدك الوليدة هذاك الدر اللي كان حقار وطاغية غيولي درويش وغيولي يصلي وغيمشي يخدم. عمرني ما نخليكش تخدمي عند الناس. الله يسمح لينا من الوليد. صافا امي فاتحة الله يسمح لي منك وصافي. واش راضي عليا امي؟ صافي وليدي الله يسامح. الله يسهل لك. يلا امي مشي. الله يعاونك. شفت شي كنشوف اخويا ايوب واش مو بصح هادي؟ وراه هي اللي هضرات معايا اخويا. يا سعد ما عرفتهاش مو صافي. وعادي شنو درت انا؟ راني جبت السيده انا باغي نتعاون معاها اخويا. شوف الفيلم دابا اللي استق. سبحان الله جات الهدايه على يدنا الدراري بتاع الله. انا صافي مش شفت الفيلم حسيت براسي اخويا تخنقت والله. الله يعاونك. سمعوني من يعفى على الله راه مزيان بغينا اللي يفرحنا عليه من يطلب سمعها من امو مزيان سمحات لي هادشي اللي بغيت. هذاك هو الربح. امشي تهلا في هذيك الواليد يلا نغيرها يلا حيد الله يعاونك.